التقت هايلي بيبر في فستان أسود قصير وهي متوجهة لتناول العشاء مع زوجها جاستن قبل حضور حفل ما بعد مونكلير جينيوس خلال أسبوع المضى في لندن، وذلك في مطعم ميمي مايفير. بدت هايلي مثيرة في فستان قصير أسود بأكمام طويلة وجيلي أبيض مع زوج من الأحذية ذات الكعب الأسود المزين بالورود، طبعا مع مكياج خفيف كالعادة. أما جاستن فاعتمد سترة مبطنة باللون الأزرق المعدني مع بنطلون جينز أزرق واسع وحذاء رياضي أبيض، وكان يغطي عينيه بالنظارات الشمسية الملونة باللونين الأبيض والبرتقالي. بعد العشاء توجه إلى الحفل مع مجموعة من النجوم الآخرين مثل نومي كامبل، أشلي غراهام وأليشيا كيز في بدلة خضراء مميزة. إلى هنا كل شيء جيد، لكن تفاجأ الجميع بانتشار مقطع انتشر لهايلي وهي تنظر إلى رجل بجانبها بطريقة غير بريئة. افترض الكثيرون أنها أعجبت به، قيل أنه ربما هو حارسها الشخصي وربما شخص من المدعوين. في المقطع كانت هايلي تتفحص الرجل بعينيها وهي تحتسي مشروبا، ثم شهدت وهي تحرك يدها بطريقة غريبة وكأنها تقربها ليده، بينما زوجها جاستن كان يقف وراءها وشبهه البعض بويلي وونكا بسبب نظاراته. أما الرجل فقد كان يمضغ العلكة وهو يتلفت هنا وهناك مع سماعة في الأذن. قال أحدهم: يبدو أن جاستن مخدر ولا يعرف ما حدث. وقال آخر: انظروا، جاستن يبدو وكأنه شقيقها الأصغر. وغرد آخر: يبدو أن هايلي تعبت من جاستن وتريد رجلا ذو عضلات، انظروا إلى وسامته وعضلاته، أنا لا ألوم هايلي. وتساءل آخر: ماذا سيكون رد فعل جاستن إذا شاهد هذا المقطع يا ترى؟ بعد انتشار هذا المقطع سارع الكثيرون لصنع ميمز لمهاجمة هايلي، حيث تساءل معظمهم كيف تفكر في رجل آخر ومعها جاستن بيبر الذي تحلم به معظم الفتيات، يكفي أنك تنامين بجانبه وتستيقظين بجانبه. وأنتم ما رأيكم؟